رياضة الباوند. الباوند دي رياضة جديدة بالستيكس اللي زي ما احنا شايفين. هبة الياسكي ويومنا ورانا منورينا النهارده في اهلا منورينا. هيقولوا لنا كل حاجة عن الرياضة دي، لأن دي رياضة بتغير المود وبتخسس في نفس الوقت، فتهمنا قوي 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 كستات وكرجالة كمان، ولا إيه شوف حسن؟ مهمة جدا جدا طبعا، بتدي طاقة ودي سعادة. أنا جاهز زي الرياضة يا بنات. إيقاع كده. منورينا يا بنات. شكرا. بنرحب بيكم. هبة قولي لنا، احنا ملاحظين كده ان اولا يعني ايه باوند، رياضه اسمها باوند، وبعدين هو لازم اللي يلعبها ده يكون ودنه موسيقيه ولا ايه؟ اوكي، هي باوند رياضه انسبايرد من الدرامينج. هو ابتدى في امريكا بقصه لذيذه قوي. هما بنتين كانوا بيلعبوا درامز وفي نفس الوقت ليهم في الرياضه، فراحوا مره حفله درامز بس ما كانش فيه كراسي خالص يقعدوا عليها، ففضلوا عاملين سكوات اللي هي كنا بنعملها دلوقتي. فصحيوا تاني يوم شادين قوي، فقالوا طب ليه ما نحطش الاتنين على بعض، الدرامينج مع الرياضة؟ وفعلا عملوا كده. هي محتاجة ان يبقى عندك ودن موسيقية شوية، بس انا اعرف ناس كتير قوي بدأوا من غير ودن موسيقية خالص وتحسنوا قوي منهم. حد قاعد هنا بجد مش باين خالص ما شاء الله. لا رانا من اشطر. عايزه اقول لكم يا جماعه ان هبه الياسقي هي اول مدربه باوند في مصر، وطبعا رانا ويومنا متدربات معاها على رياضه الباوند. هنعرف منهم بقى هل هي رياضه سهله صعبه، ايه نظامها، بداتوها بقى لكم قد ايه، ايه اصعب حاجه فيها؟ انا عاجبني قوي البتوع دول انا هاخدها. هو انا بدات اول مره خالص كنت حاسه ان انا في كوردينيشن زيرو، فبعد كده قعدت شهر او اكتر ما بروحش خالص الكلاس، عشان حسيت ان انا مش حاسه ان انا هعرف اتعامل معاها. بعدين جربت تاني لقيت نفسي ان انا بجد ماشيه في الموضوع عادي جدا، و يعني بقيت احبها اكتر من انا دايما مش يعني ما بفوتش كلاس لفاوند خالص. صحيح موضوع انها بتعدل المود ده، هو يعني هو عامه الرياضه نفسها طبعا معروفه بالهابي اندورفين. والمزيكا لوحدها برضو بتغير المود قوي، فلما نحط بقى الاثنين على بعض. تخيلي بقى مع الاكل اللي احنا شاملينه ثلاثه مع بعض يعملوا ايه؟ يا بناتنا زي ما انتوا شاطرين كده في الرياضه، شاطرين في المطبخ؟ شوية. يعني ايه شوية؟ مش قوي. هتجيبوا ايه في الفالنتين؟ انتوا اللي هتجيبوا طبعا. طبعا. انتوا اللي هتجيبوا. ها؟ هتجيبوا ايه؟ ليه طبعا؟ ليه طبعا؟ ورد ولا هدايا؟ الطرفين يجيبوا. رياضيين. الراجل والست. رياضيين عشان هتجيبوا ايه يا بنات؟ ممكن اكل، ايه رايك؟ يا جمال. اهو جات لك في الجو. اعمل لك احلى تورته انا على شكل هارد. يا ريت مستنيين. كل سنه وانتم طيبين، منورينا يا بنات. بنورك يا شيخ حسن. رنا بداتي الباوند ازاي؟ انا بدات من سنه مع هبه. حضرت اول كلاس معاها يومنا. انا اسفه يومنا. انا اسفه. حضرت اول كلاس معاها، برضو كانت الكوردينيشن صعبه بالنسبه لي، بس بعد كده مع التمرين لا قدرت بعد كده. يعني انت كان ليكي في الرياضه اصلا قبل ما تتجهي للباوند؟ بتلعبي رياضه؟ بلعب كروس فيت عادي. كروس فيت. سمعتي عن الباوند قلتي انا هجربه؟ هجربها عادي. هو اللي شدني حوار الستكس، قلت اجرب ايه ده بقى. هي فعلا اكتر حاجه ملفتة. ايه ده بقى؟